بعد أن ينزل المؤمن إلى قبره يسمع قرع النعال. سبحان الله العظيم، والله أنا دائما أتأمل في كلمة يسمع قرع نعالهم. تخيل يا أخي الحبيب وأنت في قبرك لوحدك، ذهب الأخ والحبيب والقريب والصاحب والمحب كلهم ذهبوا، وتسمع نعالهم وهم يتركونك لوحدك. أغلى ما يستطيعون أن يقدمون لك أن يدفنوك، أكثر من ذلك لا يستطيع أن يقدموا لك شيئا. المؤمن الذي يحدث له مجرد ما أن ينزل في قبره، مجرد ما أن ينزل يقيمه منكر ونكير كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، ثم يسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الله ماذا يقول لك يا مؤمن؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا هو الآن بدأ وعد الله ينفذ أن الله سيثبتك. ولذلك المؤمن يقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت من ثبتك هناك؟ والله لا تستطيع أن تذكر شيء ما لم يذكرك الله إياه. في قبره المؤمن وهو تحت تفتح له طاقة إلى النار، فيخاف فيقال: لا هذا مكانك لو عصيت الله. فينظر إذا طاقة إلى الجنة فيقول: هذا مكانك لأنك أطعت الله. فيبدأ ينادي: يا ربي أقم الساعة، يتمنى أن تقوم القيامة لكي يرجع إلى أهله وماله. ثم ينزل إليه عبد صالح جميل المحيى فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا صلاتك وصيامك واعتقادك ويقينك وثقتك بربك، أنا عملك الصالح. فيؤنسه ويسعده في قبره. الناس هناك يبكون فوق الأرض وهو سعيد تحت الأرض. هذا هو المؤمن. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى.